السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. سجل إقليم رحامنا القريب لمدينة مراكش 7 حالات مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت. الحالات سجلت بجماعة بوروس، وهي لعائلة مكونة من زوجين ورضيعة وشقيقة الزوج وولدة الزوج، بالإضافة إلى طفليتين أخريتين. وتم نقل جميع صبيحة يوم السبت إلى مستشفى بن قرير للخضوع إلى العلاج. وبذلك أصبح إقليم الرحمنة مهددا بتصنيفه في المنطقة 2 التي شدد فيها الحجر الصحي. نشكركم على حسن المتابعة.